بهدف دعم الطلاب خريجي المعهد التقني للفنون التطبيقية، تم افتتاح مهرجان القلعة للسينما الطلابية بدمشق برعاية وزارة الثقافة والمعهد التقني للفنون التطبيقية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما. المؤشر الذي يعطيه هذا المهرجان أن هناك شريحة من الشباب السوري له شغف كبير في الولوج إلى العملية السينمائية أو اتباع السينما كطريقة حياة. هذا مهم جدا، وينعكس هذا الموضوع اليوم على كونه صار عندنا في معهد عالي للسينما، فمن الضروري جدا تلقف هذه المواهب، صقلها، تمتينها بالمعرفة السينمائية، تلكينها من أدواتها من أجل أن تمشي ثابتة الخطى في طريق السينما. هذا أهمية المهرجان. مجرد وجود مهرجان سوري يعطي أفلام سورية من شباب هاوي، هذا شيء مهم جدا، مهم من أجل تطوير العملية السينمائية، مهم من أجل مستقبل العملية السينمائية في سوريا. المهرجان بدورته الثاني كنا عم نسعى لإيجاد فرص لطلابنا يعرضوا بمهرجانات محلية وعالمية. وصلنا لمرحلة أنه لا، نعمل مهرجان دولي بمكان المعهد اللي هو بقلعة دمشق، بنعرف طلابنا والطلاب الآخرين بالمعاهد اللي بدرس سينما الأكاديمية، صار في عدد منيح منهم اليوم، بنعرفهم على تجارب الفيلم القصير بالعالم، وبيعرضوا هني أفلامهم مع هاي الأفلام اللي من برا. المهرجان يتضمن بدورته الثانية عروض أفلام سينمائية قصيرة للخريجين، بالإضافة إلى مشاركة من دول عربية وعالمية. نتمنى نكون نجحنا وحققنا الغاية الأسمى اللي نحن عم نشتغل عليها من هذا المهرجان، هي أنه طلابنا وخريجينا وكافة المهتمين بعالم السينما يطلعوا على تجارب الدول الثانية والثقافات الثانية من خلال السينما اللي عم يقدموها هنين، وغير هيك أنه كمان عم بيشوفوا أفلام جديدة غير متاحة. هلأ بهالأيام صحيح كل شيء متاح على الإنترنت، ولكن الأفلام الحديثة اللي من 2019 وحتى الآن هاي صعب مانا بالمتناول يعني، فالمهرجان فرصة لمشاهدة الأفلام هاي الدولية. نحن اليوم قدام تقنيات عالمية بالأخص في مجال السينما والتلفزيون عم تتطور بشكل يومي، فأنا ما فيني خلي طالبي هو عبارة عن دول جوا جدران الغرف، لا، أو عم يتلقى معلومة بس من أستاذه. فلاحظنا التطور اللي حصل بين مهرجان السنة الماضية ومهرجان السنة، الطلاب صار في تفاعل مع الطلاب التانيات من خلال الأفلام وإيميلاتهم، صار في تفاعل بيناتهم، فحبينا هالتجربة لأنها كتير عم تطور الطالب بشكل رهيب. مشاركين بفيلم اسمه فصول، كانت الفكرة فكرتي يعني المشاركة كانت جماعية، نحن ويعني طلاب الدفعة مع آنستنا الآن صهيبة حوا. طبعا هلا يعني كل إنسان عنده شغف، فلما يعني يصير مثلا شيء كرمال هو يحقق مثلا شيء من هذا شغفه أو أمل يعني. فالمهرجان كان مثل هيك أمل، لأن لحتى يعني نعمل شيء لحتى نورجي إنه مثلا في إنه إمكانياتنا وهيك يعني. أكيد كانت مشاركة كتير حلوة. البرنامج يستمر لمدة 6 أيام، يتم خلالها عرض الأفلام المشاركة وتوزيع جوائز لأفضلها في إطار إظهار مواهب الطلاب ودعمها إعلامياً وثقافياً وعالمياً.